النهاردة إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا مولكيولار ماركر. المحاضرة يعني صغيرة إن شاء الله خالص، لو إحنا ركزنا على حاجات معينة هتبقى الدنيا بالنسبة لنا سهلة. دلوقتي أنت لو عندك سبيشيز مختلفة، سواء أنت بتاع مايكرو أو بتاع نبات، وعملت لها عملت المنطقة سيرفي وطلعت النباتات او المايكرو اورجانيزمز اللي موجودة فيها، وعايز تبتدي طبعا بتتشابه بعض الانديفيديوالز بتتشابه، فانت دلوقتي عايز تعرف الانديفيديوال ده ايه والانديفيديوال ده ايه. طيب اول حاجة او اول سكة خالص او اول خطوة علشان اقدر اميز بين فردين او بين التو سبيشيز او كده، هميز من خلال الايه؟ الشكل. يبقى اول حاجة الانسان عرفها علشان يميز بين الحاجات كانت المورفولوجيكال ماركر. علشان كده نشوف بتوع البيئة وبتوع التصنيف يبتدوا الاول يفحصوا الايه؟ الشكل الظاهري بتاع النبات مثلا، ويبتدوا يدوا الايه؟ الاوصاف بتاعته، وايه اهم العلامات اللي موجوده في الفينوتايب بتاعه اللي هو الشكل الظاهري من ملامح ظاهره عليه. تمام. لكن دلوقتي طبعا كون ان بقى في وسائل جديده وتقنيات حديثه في الوراثه والبايوتكنولوجي، طبعا ابتدت الايه؟ المورفولوجيكال ماركر ما تبقاش بالنسبة لنا accurate in classification، لأن أحيانا قد يتشابه two species مع بعض. تمام. فيبقى إيه الفيصل ما بينهم؟ الفيصل ما بينهم المولكيولار ماركر. تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان types of marker اول حاجة معانا اللي هي المورفولوجيكال ماركر. تاني حاجة ابتدوا يرتقوا اليها ولا زالت برضو احيانا تستخدم الى الان اللي هي البايوكيميكال ماركر. البايوكيميكال ماركر دي بتشمل ايه؟ طبعا انتوا عارفين علشان خاطر تحصل السنترال دوجما من خلال الترانسكريبشن والترانسليشن وكده، ويتم بقى عمل جين اكسبريشن ويتم انتاج بعض الانزيمات، نلاقي بقى ايه؟ ان هتبقى في ماكرو مولكيولز هتنتج. طب هتنتج ازاي؟ زي البروتين واللايبيدز والايزو انزيم، ده غير السكندري ميتابولايتس. طب هتنتج ازاي؟ من خلال بعض الانزيمات. فابتدوا ان هم من خلال الديفرنت انزيمز دي اللي بتبقى انفولفد في الميتابوليتس او في الفاينل برودكت اللي هو البروتين، على اساس ان البروتين كفاينل برودكت يمثل الجين اكسبريشن والدي ان ايه سيكونس والمعلومات اللي عليه. تمام. من خلال عمليه الايه؟ النسخ والترجمه. فبدأوا ان هم يتحروا البايوكيميكال مولكيولز دي كماركرز لكل صنف، وخاصة انها بتتغير جدا بتغير الاسترس الواقع او تغير البيئة اللي موجودة، او مثلا يعني لو عندي نباتات وحصل فيها جرح او حصل فيها حاجة، يبتدي اول حاجة تنتج البروكسيديزيس. البروكسيديزيس دي علشان تعمل شبكة تقفل الجرح ده، وتبتدي كمان تبقى ليها تأثير استريلايزنج، تموت الميكروبات اللي ممكن تبقى موجودة على السطح الخارجي وهكذا. يبقى بيحصل استجابة للبروتينات. طيب دلوقتي زي ما احنا خدنا برضو ان جين اكسبريشن ده بيبقى زي استجابة للبيئة، اذا دلوقتي انا عندي البروتين هيتغير بتغير لو حصل ستريس. تمام. والانزيم نفسه ما هو بروتين. طب لما انا ابتدي اقارن البروتينات او الانزيمز دي في النباتات وبعضيها، الدايفرستي بتاعه النباتات دي هتوريني ان في variability بين السبيشيز وبعضيها اقدر اميز بيها. يبقى دي ده تاني نوع من الماركر. يبقى اول درجه من التعليم وفحص الاختلافات هي المورفولوجيكال ماركر، تاني درجه هي البايوكيميكال ماركر. طيب امال ايه الدرجه بقى اللي هي مور اكيوريت وتعتمد وبعد كده قدروا يوصلوا لها؟ اللي هي الملوكلر ماركر، يعني على مستوى الدي ان ايه. طبعا في طريق التطور بقى لانهم نعرف بقيه الماركرز، يعني ان احنا مثلا الاول ابتدوا بالمورفولوجيكال ماركر، بعد كده بالبايوكيميكال ماركر. طب هم عايزين ماركر، طبعا ماركر يعني ساين او علامه، حاجه هتعلمني
الحاجة اللي أنا عايزة أعرفها. تمام. ف بعد كده قالوا طيب نتجه لإيه بقى؟ نتجه للمولكولار ماركر على أساس إنها مور أكيوريت. طيب المولكولار ماركر دي اشتملت ايه بقى؟ اشتملت طبعا الدي ان ايه، على اساس ان قابليه المورفولوجيكال ماركر او البايوكيميكال ماركر للعوامل البيئيه الموجوده وللتغيرات انها تحصل ويحصل ريسبونس للانفايرومنت في الجين اكسبريشن والكلام ده زي ما قلنا قبل كده كبيره، لكن الدي ان ايه المفروض ان احتمالات التغير فيه والطفره والكلام ده اقل كتير. تمام. إذا جمع الداتا أو الماركرز عن طريق الدي إن إيه هتبقى أكثر فاعلية. تمام. فاتجهوا زي ما قلنا للإيه، للدي إن إيه، بحيث إن هم يبتدوا يتبنوا البحث عن بعض الجينات اللي تعتبر أكنها علامة على الإيه، الدي إن إيه ساين بوستس. لما يتتبعوا شيء معين يقدروا يعرفوا بعديها ان هو الايه، يتتبعوا الجين ده لو في تغير ما بين سبيش وسبيش يقدروا يحددوه، وبالتالي يقدروا يميزوا بين الايه السبيشيز المختلفة. تمام. طبعا من ضمن الحاجات اللي بقى عارفها ان انا عندي اي جين، الجين ده هو عبارة عن الوحدة الوراثية الاساسية في الوراثة، بيتكون من ايه، من تتابعات او سيكونس من القواعد النيتروجينية. تمام. تتابعات سوري من النيوكليوتايد، بيتكون من تتابعات من النيوكليوتايد. تمام. يبقى النيوكليوتايد هتكون لنا الايه، التتابع بتاعها هيعمل لنا الجين، والجين عبارة عن مكان على الايه الدي ان ايه، والدي ان ايه بيحصل له باكينج او تعبئة في الكروموسوم. هنا الشريحة اللي قصادنا دي اللي هي الايه الكاريوتايبنج، بتمثل الكاريوتايبنج. كل ده احنا بنفتكر الحاجات اللي احنا عدينا عليها وخدناها قبل كده، الكاريوتايبنج او اللي هو النسق بتاع الايه الكروموسومات. بنلاحظ فيه دايما ان الكروموسومات مالها، متوزعة ازاي، في صورة ازواج متماثلة. يعني بلاقي ادي لو دي عينة كاريوتايبنج لانسان، هنلاقي اهو ال 23 زوج من الكروموسومات موجودين قصادنا، من مترقمين ال 23 زوج مترقمين من اول واحد لحد 22 مع اعتبار زوج الايه الكروموسومات الجنسية اللي هو اكس وواي لو ذكر، اكس واكس لو ايه لو انثى، اللي هو اللي على الناحية الشمال الملون. تمام. طبعا الكاريوتايبنج ده لو نراجع كده التعريف بتاعه هنلاقيه ان هو ايه، عباره عن الارينجمنت اوف توتال نمبر اوف كروموسوم از هومولوجس بيرز ارينجد اكوردنج تو ذير سايز، تو ذا سايز اوف ذا كروموسوم اند بوزيشن اوف ذا سنترومير. الارينج ده بيحصل ازاي؟ ديسندنج ويز كونسيدرنج the sexual pair of the chromosome. يعني بمعنى ان احنا عندنا دلوقتي بنقول ان الكاريوتايبنج او النسق او الباترن بتاع الكروموسومز ده احنا بنرصه في صوره ازواج متماثله من الايه، من الكروموسومات الهومولوجس بير اوف ذا كروموسوم، طبقا لوضع لحجمها السايز ووضع السنترومير بتاعها. تمام. اللي احنا بنقول وضع السنترومير طبعا بيوضح لي اذا كان الكروموسوم ده ميتاسنتريك ولا سب ميتاسنتريك، مركزي او تحت مركزي او اكروسنتريك تحت طرفي او تيلو سنتريك، وبالتالي بنبتدي ايه نرتب المجموعه كلها على حسب السايز الحجم وموضع السنترومير بشكل تنازلي مع الأخذ في الاعتبار زوج الكروموسومات الجنسية. طيب احنا عندنا برضو لازم نعرف بعض التعريفات وبعض اللغة اللي في الوراثة، زي مثلا كلمة ايه لوكاس. لوكاس ده يعني ايه؟ يعني الموقع الجيني. بنلاقي ان كل جين موجود على الكروموسوم في موضع محدد لا يتغير اسمه اللوكاس، جمعها جيوي سايت. يعني احنا عندنا A
ده لوكاس لجين، بي لوكاس لجين، سي لوكاس لجين، دي هكذا، اي اف، كل واحد من الليترز دي بيمثل لوكاس او موقع جيني للجين. تمام، بنلاقي كمان ان اتش جين is represented by two alleles in the homologous pair of the chromosome. كل جين بلاقيه ممثل باتنين أليل على زوج الكروموسومات المتماثل. زي ما انتوا شايفين كده الـ A كل كروموسوم منهم اللي هو زوج الكروموسومات المتماثل ده عليه جين A، كل كروموسوم من زوج الكروموسومات المتماثل عليه B، إذا نفس الـ A الكونتنت من الجينات. من الجينات ولكن ليس من الصفات. بمعنى إيه؟ لو هفترض ان انا عندي، يعني انا عندي دلوقتي كل صفة لها عدد من الأليلز، ايه يعني ايه أليلز؟ أليل اللي هو النظير الجيني، يعني النظير الجيني او الشكل الاخر او الفورمة التانية من الجين. بمعنى مثلا ناخد مثال كده عشان نقرب الفهم، لو انا عندي لون العين يمثله الجين ايه، انا احتمال عندي الاقي لون عين سودة او بني او زرقاء او خضراء. اذا عدد الاليلز المتاحة للون العين اكتر من اتنين، عدد كبير. تمام، لكن في النهاية نصيب الفرد من الاليلز دي بيبقى كام؟ بيبقى اتنين بس، لان هو اتنين ان. تمام، يبقى إذا الموقع الأولاني هلاقيه مخصص للون العين مثلا اللي هو A، لكن مش شرط الاتنين أليلز اللي بيمثلوا الصفة، لأن احنا عارفين إن كل صفة تمثل بعاملين وراثيين، مش شرط الاتنين أليلز يكونوا مالهم؟ يكونوا شكل بعض، ممكن يكون فيهم واحد دوميننت سائد ونرمز له بالرمز الكابيتال، وواحد تاني الأليل بتاعه يكون إيه؟ يكون ريسيسيف يعني متناحي وبرمز له بالرمز الايه السمول. ده بالنسبه للجين الاولاني اللي كان ايه. طب نيجي نشوف كده بالنسبه للجين الثاني بي، الاقي بالصدفه ان النسختين اللي عند الكروموسوم الكائن ده على الهومولوجس بير او زوج الكروموسومات المتماثل بتاعه شكل بعض، وكذلك الجين سي كلهم كانوا دوميننت لكن السي كله كان ريسيسيف. تمام، يبقى ده هيخليني احتاج ان انا اعرف يعني ايه هوموزايجوس وهيتيروزايجوس. يعني امتى الفرد يبقى هوموزايجوس؟ يعني متماثل ناقي يعني، ماشي، او هيتيروزايجوس يعني هجين غير عوامل الوراثية بتاعته غير متماثل. يبقى الكائن اللي قصادي ده الاتنين كروموسوم بتوعه موجودين قصادي على مستوى الجين ايه، هو ماله هيتيروزايجوس، خليط، مش كده؟ لكن على مستوى الجين بي او السي هلاقيه هوموزايجوس، متجانس نقي. لكن نقي دوميننت سائد بالنسبه للصفه بي وريسيسيف بالنسبه للصفه سي. تمام، هو ايه الفرق بين الدوميننت والريسيسيف؟ الريسيسيف هي الصفة اللي ما تقدرش تظهر أبدا في وجود عامل الصفة الدوميننت السائدة، ماشي، لكن الصفة الدوميننت السائدة هي اللي تأثيرها بيظهر على الكائن الحي حتى لو كان مش موجودة في صورة نقية. تمام، واللوكاس احنا عرفناه، والأليل قلنا يعني إن هو another form of the same gene، الصورة الأخرى للجين. تريت اللي هي الصفة، لون الشعر أسود أصفر، لون العين أخضر أزرق. تمام، طيب إحنا قلنا في الشريحة اللي فاتت إن طالما في الفرد ممكن يكون هيتيروزايجوس عنده الصفة المتنحية والصفة السائدة، وقلنا إن ده هيضطرني ان انا اعرف يعني ايه فينوتايب وجينوتايب. فينوتايب يعني الشكل الظاهري للكائن الحي اللي هي الايه الابيرنت فيتشر اوف ذا اورجانيزم. تمام،
الملامح والصفات الظاهرة على الكائن الحي من بره، اللي هي ما بتدينيش انديكيشن ولا دلالة على الطرز الجيني بتاع الكائن الحي نهائي إلا إذا كان الفرد نقي. أمال الجينو طيب هو إيه؟ جيناتك ستراكشر للكائن الحي، تمام؟ طبعا بالنسبة للهوموزايجوس وتيروزايجوس احنا قلناها في الشرايح الأولانية واحنا بنتكلم، دوميننت أليل قلناه اللي هو الأليل السائد والدوميننس. طبعا يبقى كده احنا عرفنا ان الدوميننس عبارة عن انها الصفة اللي يمكن ان يحدث لها التعبير وبيعبر عنها الفينوتايب كومبليتلي، سواء هي في صورة هوموزايجوس او هيتيروزايجوس. بالنسبة للريسيسيف دي عبارة عن الصفة اللي ما تقدرش ابدا تعبر ولا تظهر في الفينوتايب في وجود قليل سائد، لازم تكون العاملين بتوعها تو قليلز بتوعهم ريسيسيف. طب ايه بقى هي الكودومينانس؟ الكودومينانس يعني السيادة المشتركة. دي بقى حاجة هنلاقي فيها هنا ان التو أليلز اللي هما زي A و A دول الاتنين بيظهروا تأثيرهم مع بعض، اكن ضربنا الصفة في خلاط فطلعت خليط ما بينهم، لازم ان هما بيظهروا الصفة بتاعتهم مع بعض. The traits is mixed in such a blender، ده التعريف بتاعها، الصفات بتبقى اختلطت ببعض اكني ضربتهم في الخلاط. at which the two traits are expressed، الاثنين أليلز بيعبروا عن صفات الاثنين صفاتين اللي بيحملوهم من خلال ان هم بيدوني ميدل جينوتايب، جينوتايب طرز وراثي في النص كده وفينوتايب في النص في الديبلويد انديفيدوالز. مثال على كده جايب لك مثلا بعض الاشجار تلاقي فيها ورود لونها روز وورود لونها ابيض في نفس الوقت. فلو احنا قلنا ان الطرز الجيني بتاع الزهور الريد دي ار كابيتال ار كابيتال، نلاقي الطرز الجيني بتاع الوايت دبليو كابيتال دبليو كابيتال. طيب امال بقى احنا بنقول لو هما كو دوميننت، الوراثه اللي بتطبق عليهم كو دوميننت، يبقى كنا بضربهم في الخلاط يطلع لي ابنائهم ايه؟ ار دبليو، ودي تبقى لونهم روز. الحالة دي بتكون مطبقة على وانا بدرس ايزوزايم بتاعة الكائن الحي. يبقى احنا كده عرفنا ان ممكن من سبيش لسبيش للقليل نفسه يختلف، تمام؟ القليل بتاع تعبير التعبير لنفس الجين ممكن يختلف، لان احنا عرفنا خلاص ان في حاجة زي دوميننس وفي حاجة ريسيسيف، اذا عرفنا ان ممكن يحصل فاريشن. طيب هل القليل الواحد يدوبك منه نسخة تانية بس ولا في اكتر من نسخة؟ لا طبعا في اكتر من نسخة، في نسخ كتير، زي ما احنا عندنا لون عين اسود، عندنا لون عين اخضر، لون عين ازرق، لون عين بني رمادي، تمام؟ اذا هنا القليل في منه اكتر من نسخه، لكن في النهايه نصيب الفرد الواحد الديبلويد من القليلز كام؟ اتنين بس، تمام؟ يعني يا اما هياخد مثلا لون العين الاسود اللي هو البي كابيتال مع بي سمول تكون بقى اخضر ازرق بني، تمام؟ لكن في النهايه نصيب الفرد كام؟ اتنين بس. اذا في هنا variation بين الأفراد، يعني في genetic polymorphism. إيه بقى يعني إيه genetic polymorphism؟ بيقول لك يعني التعريف بتاعه occurrence together in the same population of more than one allele at the same locus. ده معناه إن يتواجد أكتر من أليل على نفس الموقع الجيني، لكن في النهاية نصيب الفرد كام؟ قلنا اتنين. وذا ليست فريكوانت قليل، بمعدل ان القليل ده هو انه يتواجد يكون اكتر من الطفره، لان ممكن لو انا لقيته مره واحده بس التردد بتاعه بس حصل في مره واحده بس، ممكن يكون طفره ما يكونش فعلا قليل ولون عين موجود مثلا او الصفه دي موجوده على طول، تمام؟ طيب احنا هنا ذكرنا في الجيناتيك بوليمورفيزم اللي هو التنوع الوراثي ده كلمه بابيوليشن. يعني ايه population؟ دي عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية اللي من نفس النوع اللي بتعيش isolated from the other group of the same species، بتعيش مع بعضيها، مع اللي هي من نفس المجموعة اللي بتتبع نفس السبيش كمان.
زي مثلا لو في عندي مجموعة من الأسماك بتعيش في بحيرة واحدة، أو مجموعة من الأشجار في غابة. إذا ده تعريف الـ population، a group of organisms of the same species relatively isolated from other groups of the same species. تمام؟ بحيث إن الـ individuals اللي موجودة في الـ population دي can meet sexually، يعني تقدر تتقاصر جنسيا من غير أي شروط. Population may be homozygous or heterozygous. Population دي ممكن تكون متجانسة كلهم يتبعوا مثلا تاكسة واحدة أو تاكسون واحد أو تريت واحد، وممكن يكونوا متنوعين heterozygous. بنقول هنا كمان إن الإيه؟ إذا الماركر هنا إحنا بنستخدمها علشان نقدر نحدد الإيه؟ التوارث بتاع الصفات الكميه. ولما نقدر نعرف توارث الصفات الكميه اللي هو المندليان اللي بنرمز له بالرمز QTL quantitative trait Lewisi، يبقى احنا كده هنقدر نحدد الفاريشن اللي بين سبيش والتاني. تمام. طبعا لما تقنيه البي سي ار طلعت دي عملت طفره كبيره جدا، بحيث انها يعني مكنت ان يبقى في انواع جديده من الماركرز. ليه؟ لان احنا في الملوكلر ماركر هنا في عندنا ماركرز اعتمدت على بي سي ار بنسميها بي سي ار بيست ماركرز، وفي عندي نون بي سي ار بيست ماركر. تمام. يعني مش بتعتمد على البي سي ار، لكن طبعا البي سي ار فتح باب كبير جدا بحيث انه يقدر نعلم بيه ايه الجينات، ويقدر ان هم يعني يعملوا كلونينج داخل المعمل وهكذا. طبعا المورفولوجيكال والبايوكيميكال ماركرز مع الوقت بقت ايه ريبلايزد بالدي ان ايه ماركرز. وطبعا احنا قلنا ان البي سي ار فتح باب كبير، لان الاول هم كانوا بيستغلوا الدي ان ايه من غير بي سي ار نون بيست من خلال عمليات الهايبريدايزيشن اللي هم بيستخدموا فيها بروب من سيكونس هم عارفينها مركبينها، بتبتدي انها تعمل انيلينج مع احد شرائط الاي دي ان ايه على سلوفان ممبرين. تمام. فبالتالي القطعه اللي هتمسك في البروب اللي هم حاطينه ده هيبقوا عارفين ان السيكونس بتاعتها، لانها اكيد كومبلمنتري ليه. الجين فلو ده معناه ان هو التدفق الجيني او التسرب الجيني، ده معناه ان بعض الجينات قد تنتقل من سبيش لسبيش تاني. تمام. ده من خلال ان one population عملت interbreeding او mating او تزاوج مع افراد من population تانية. تمام. ويمكن ده بنشوفه قوي في الـ GM crops اللي هي GMC. دي اسمها GM crops لما بنيجي نعمل فيها modification من خلال عمليات transformation وكده. وبعدين احتمالية ان الجين بقى اللي احنا transform ده ان هو يتسرب وينتقل لايه للسبيشيز التانية المجاورة، فبالتالي ده بيخلي الايدنتيفيكيشن للبوليمورفيزم ما بينهم ضعيف ومش موجود، لان بالطبع الجينات اللي هي كنت انا هتعرف عليها دي اتنقلت للسبيشيز تانية. البروباريتيز المطلوبة في الدي ان ايه ماركر علشان يكون ايديال ان هو يكون المفروض ساتسفايد لبعض الشروط، زي ان هو يكون السيكونس اللي انا بختارها في الدي ان ايه دي تكون فعلا هايلي بوليمورفيك على اساس انها تقدر تميز لي بين الاصناف المختلفه واستفيد منها في الدراسات الوراثيه ودراسات الدايفرستي. كمان السيكونس في الدي ان ايه اللي انا هختارها انها تكون ماركر المفروض انها تكون موزعه على كامل الدي ان ايه او على كامل الجينوم، بحيث ان انا اقدر اعملها ديتكشن بسهوله. كمان لو انا بدرس كو دوميننس المفروض اكون بدرس ده في كائنات ديبلويد، يعني 2 ان عندها نسختين 2 من الكروموسوم.
كمان ال FDNA sequence اللي انا هختارها كماركر المفروض ما يكونش بيحصل لها جين فلو او تسرب لايه للسبيشيز الثانيه، لان لو حصل لها تسرب يبقى هيحصل لها ايه اللي هو جين فلو اللي اتكلمنا عليه من شويه، هيبقى كده في تشابه بين الاصناف ومفيش بوليمورفيزم. كمان المفروض ان يكون الماركر اللي انا هستخدمه ده فاست وشيب وسهل ان انا الاقيه وسهل ان انا اعمل له ديتكشن. كمان المفروض ان هو يكون ريبروديوسابل، بمعنى ان انا لو قررت النتيجه ما بين المعامل المختلفه يديني نفس النتيجه. طبعا من الصعب جدا ان انا احصل على دي ان ايه ماركر كامل الاوصاف بالشكل ده وفي كل حاجه، فبالتالي انا بختار الدي ان ايه اللي يناسب نوعيه الدراسه اللي انا عايزاها والغرض منها. طيب الـ types and description of DNA markers، ايه هي انواع الـ DNA marker؟ في انواع منه عندنا يعني تو كلاسز كبار. في نوع بيعتمد على الـ PCR بنسميه PCR based او polymerase chain reaction based markers، وفي نوع تاني هندرسه في الاخر خالص بيكون non based marker. بالنسبة للكائنات الحية احنا عرفنا انهم بروكاريوت ويوكاريوت. البروكاريوت بتحتوي على المادة الوراثية بتاعتها من خلال الكروموسوم النجد اللي موجود في السيتوبلازم والبلازميد، لكن الايوكاريوت بتحتوي المادة الوراثية بتاعتها في صورة النيوكلر دي ان ايه اللي موجود جوه النواة، بالاضافة للميتوكوندريال دي ان ايه والكلوروبلاست دي ان ايه اللي هم completely separated عن السيتوبلازم. ده بالاضافة ان هنا بيستخدموا كمان ماركر تاني، مش دي ان ايه بقى ماركر، لا هو بيستخدموا الار ان ايه اللي هو الرايبوسومال ار ان ايه الرايبوسومال ار ان ايه، سواء بقى اللي موجود في الميتوكوندريا او اللي موجود في الايه الخليه الخاص بالنيوكلر دي ان ايه. تمام، هناخد اول حاجه اللي هو الميتوكوندريال ار دي ان ايه از ا ماركر. طبعا انا هنا يعني بركز معاكم دايما على الحروف الصغيره اللي بتسبق الدي ان ايه دي لازم اعرفها، وهنا ار دي ان ايه المقصود بيها اللي هو الدي ان ايه اللي هيعمل الرايبوسوم مش الريكومباينت. بعرفها منين ان مكتوب قبليها ام تي فقط او ايه ميتوكوندريال ار دي ان ايه از ماركر. بالنسبه للميتوكوندريال دي ان ايه احنا عارفين طبعا ان هو ده مش نيوكلر دي ان ايه، ده بيقع في اورجانيل لوحده معزول عن السيتوبلازم اللي هو الميتوكوندريا. والام تي دي ان ايه او دي ان ايه الخاص بالمايكرو كوندريا زي ما قلنا ان هو مفصول عن بقيه السيتوبلازم بتاع الخليه، وبالتالي بيكون سهل نوعا ما فصله بالذات من الفطريات. الميتوكوندريال دي ان ايه ليه تاريخ طويل قوي في استخدامه كماركر اعتمادا على البي سي ار تكنيك نتيجة للفاريابيليتي الكبيرة اللي ممكن يدهاني بين السبيشيز وغياب الريكومباينيشن اللي ممكن يحصل. ده بيخلي الجينوم بتاع الأورجانيل يعتبر أداة فريدة لدراسة البوبيوليشن. ده غير كمان ان بعض التقارير قالت رغم ان بعض التقارير قالت ان في رو كومباينيشن ان فانجل ميتوكوندريا. كمان بلاقي على عكس الرايبوسومال ار ان اي جين سيكونس الميتوكوندريا ليك بوليمورفيزم وذ سيم سترينز، يعني لو هو الكائن اللي انا عايزه افرق بينه وبين كائن تاني هما في سيم سترينز بنلاقي ان الميتوكوندريا بتاعهم ليك بوليمورفيزم، فبيبقى الادق ان انا استخدم الرايبوسومال ار ان اي بتاعه. طبعا احنا اليوز رايبوسومال ار ان اي هيكون بيشابه الرايبوسوم بتاع البروكاريوت، واحنا عارفين ان الرايبوسوم بيتكون من وحده كبيره بنرمز لها بالرمز ال اس يو وواحده صغيره بنرمز لها بالرمز اس اس يو، بحط قبليهم ام تي عشان اوضح ان ده الوحده الكبيره او الصغيره بتاعه رايبوسوم الميتوكوندريا. تمام، وكان فعال جدا في demonstrating الـ AM fungi.
وبالرغم يعني الكفاءة الشديدة بتاعة الميتوكوندريال دي ان ايه، الا ان هو يعني الابحاث بتاعته تعتبر الى حد ما بالمقارنة ببقية الماركرز قليلة الى حد ما. تاني نوع من الماركر عبارة عن كلوروبلاست دي ان ايه جينوم، اللي بنرمز له بالرمز سي بي دي ان ايه، وبنقول لازم ناخد بالنا من الحروف الصغيرة اللي هي السي بي دي عشان دي لها دلالة حاجة طبعا للكلوروبلاست، للجينوم بتاع الكلوروبلاست. وبنقول ان كلوروبلاست جينوم مساهم كتير جدا في دراسات الفيلوجيني وحل فيها مشكلات كتير جدا بين العائلات النباتية والتطور وشجر النسب، بالإضافة إلى أن الكلوروبلاست بيكون فيه يعني تغيرات معقولة، التغيرات اللي فيه في خلال الجينوم بتكون معقولة كافية إنها تخليني أقدر أعمله كماركر وأميز بين الإيه السبيشيز المختلفة. كمان إن هو بيتداخل الترانسليشنال أبليكيشن بتاعته بتتداخل مع الحماية أجينست بايوتيك والأبايوتيك ستريسز للنباتات اللي هي الإجهادات الحيوية وغير الحيوية. الحيوية يعني العدوى بسبب فطر أو فانجاي أو فيروس أو بكتيريا. الأبايوتيك تشمل عادة الكلايماتيك تشينجز من خلال الدراوت أو الملوحة أو زيادة درجة الحرارة أو انخفاضها للصقيع أو نقص النيوترينز. كمان الجينوم من السهل إن هو يتعمل له ترانسفورميشن وندخله صفات جديدة من خلال فيكتورز. كمان مش بس الجينوم اللي فيه تغيرات يعني معقولة، ده لا، نلاقيه كمان إن هو بيفتقد للكونسرفيشن سيكونس، فيها نوع من النقص، conservation sequence اللي هي التتابعات المحافظة اللي بتبقى موجودة بين السبيش أفراد السبيش الواحد. حتى كمان في ليك للconservation في الانترجينيك سبيسر ريجون اللي هي المسافات البينية بين الجينات، مما يجعلها أداة كويسة طبعا كماركر. كمان البروتين جين ماركر ده ممكن يستخدم. بلاقي عندي ان البروتين انكودينج جينز، الجينات اللي هي بتشفر لي بروتين، بتبقى موجودة كنسخة واحدة في الجينوم، لان احنا قلنا ان تقريبا الكودينج سيكونس بتمثل اقل من 5% من التوتال جينوم، وبالتالي ده بيدي اتاحة لان البروتين كودينج جينز ممكن تستخدم. يعني ان انا اتبنى جين معين مثلا اشوفه يعني وجوده يكون مميز للكائن الحي ده، اشوف وجوده وعدم وجوده ما بين السبيشيز وكده، فاقدر اميز ما بينهم. يعني مثلا لقوا الحاجة اسمها البيتيوبولين جين، ده بالتالي بيمكنني من عمل الفايلوجيناتيك تريز. البيتيوبولين جين اللي هو ممكن ده بيستخدم كماركر للفانجل جروس، لقوه ان هو بيتم التعبير عنه ديفرانشيالي يعني اختياريا او بنسب مختلفة في السايمبيوتيك استيت للاي ام اف. الشريحة دي بتوضح لي الرايبوسوم في البروكاريوت والايوكاريوت ان هو 70 اس في البرو و80 في الايو، بيتكون من وحدتين، وحده كبيره وواحده صغيره. اللي بيميز دايما الوحده الصغيره وبيفرقها عن الوحده في البروكاريوت وبيفرقها عن الوحده الصغيره في الايوكاريوت، الوحده 16 اس اللي انتم شايفينها دي والوحده 18 اس. ده طبعا كان من الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. نفكركم برضو ان احنا كنا بنقول ان وحدات الرايبوسوم كلها بيتم نسخها من نفس الايه السيسترون اللي هي الوحدات 18 اس و5 و8 و28 اس. كنا بنقول دايما بيتم نسخها من نفس الايه السيسترون، وبتكون فيها بينها مسافات تسمى بالمسافات الايه البينيه. دي الصوره دي للرايبوسوم بتاع اليوكاريوت اللي هي الاي تي اس 1 والاي تي اس 2، لكن ودول كلهم بيشتغلوا تحت نفس البروموتور، لكن اللي بره دول على الاطراف بيكونوا اسمهم اكسترنال ترانسكريبشنال سيكونس.
زي ما انتم شايفين قبل خالص السيسترون وبعد نهاية السيسترون اللي هي ETS1 و ETS2. اما اللي جوه بين الجينز بتاعت وحدات الرايبوسوم اسمها internal transcriptional sequence اللي هي TS1 و TS2. وكنا بنقول ان بعد ما بيتم نسخهم ويطلع بريكورسر للرايبوسوم ال RNA بيحصل له بعد كده splicing وبروسيسنج علشان تتقطع الانترجينيك سيكونس اللي هي الاي تي اس 1 والاي تي اس 2 اللي ما بينهم دي. تمام. في عندنا كمان نوع اللي هو النيوكلر دي ان اي ماركر. بقى لو جينا للنيوكلر دي ان اي ماركر هنشوف اللي هو النيوكلر رايبوسومال جينز از ا ماركر. طبعا انا جبت الشريحتين اللي فاتوا دول عشان نفكركم بالمعلومات عشان لما نتكلم على الشريحه دي. نلاحظ هنا ان الرايبوسومال ار ان اي جين بيعتبر من الماركرز الجيده جدا الكويسه جدا اللي اقدر استخدمها في الفايلوجينيتك ريليشن شيب امونج مايكروبيال organisms، يعني مفيد جدا بالنسبه لكم في الميكروبيولوجي. وبيعتبر ماركر يونيفرسال. تمام. يعني ليه شيوعيه او عام بحيث ان اقدر استخدمه على نطاق واسع، لان بيهتم بكونزيرف سيكونس او في الدومينز بتاعه الايه الدي ان اي. احنا شرحنا في الشريحه اللي فاتت الوحدتين الصغيره والكبيره. الصغيره بيترمز لها بالرمز اس اس يو والكبيره بالرمز ال اس يو. وقلنا الفرق بين البروكاريوت واليوكاريوت اللي هي دي 16 اس ودي 18 اس، وده فرق كبير جدا. طيب احنا دلوقتي بنقول ان من الحاجات كونه ان هو طبعا فعال جدا في ان انا اشوفه كماركر، بنلاقي طبعا احنا عارفين ان الوحده 5 اس من الدراسات اللي قبل كده ما هياش بتقع خلال نفس السيسترون اللي قصادنا ده. تمام. عارفين ان هي بتتنسخ بانزيم تاني خالص من سيسترون تاني. بالنسبه للاي تي اس والاس اس يو والال اس يو دول بيحصل لهم تطور بمعدلات مختلفة، لكن عامة الـ ITS دي أقل منطقة ممكن يحدث فيها تطور وتغير. ليه؟ لأن احنا قلنا إنها يدوبك موجودة في الـ Premature Ribosomal RNA اللي هو لسه ما حصلوش بروسيسنج، يعني لسه ما كانش فيه فترة كافية يتعرض للعوامل البيئية، وبالتالي هيكون ما فيهوش يعني تغيرات واستجابات للبيئة، وبالتالي هيكون هايلي بوليمورفيك بين الايه السترينز وبعديها، علشان كده بيعتبر وسيله فعاله. بالنسبه للاس اس يو الوحده الصغيره احنا اشرنا للبروكاريوت بتبقى 16 والوحده الكبيره بتبقى 18، علشان كده بنقول ان استخدام الرايبوسومال دي ان ايه في الميكروبيولوجي بيكون مفيد جدا، لانه بيميز لي بين البروكاريوت واليوكاريوت. وهنا بيقول لك ان هم استخدموا وبيتم استخدام الاس اس يو اللي في البروكاريوت علشان نقدر نعمل بيها الفايلوجينيتك والكوميونتي اناليسيز. بالنسبه لل 18 اس ار دي ان ايه لقوا ان هي يعني قدروا يميزوا بيها بعض الانواع وبعض التاكسون برضو في الميكروبيولوجي. بالنسبه لي دي قلنا يعني كل الكلام اللي فات كان على الايه الاس اس يو في البروكاريوت واليوكاريوت. طيب بالنسبه للاس يو برضو بتستخدم الاي تي اس اللي فيها، وهي نفسها بتستخدم علشان يقدروا يعملوا بيها سبيش ايدنتيفيكيشن. لقوا ان طبعا احنا عرفنا ان الجينات اللي هي 5 و 8 و 28 اس مفصولين عن بعض بمنطقه اسمها اي تي اس 2، 18 اس و 5 و 8 مفصولين عن بعض بمنطقه اسمها اي تي اس 1. هم عامه الاغلب بيستخدم الاي تي اس 2. بيلاقوا ان هي معدل ان يحصل فيها الفاريابيليتي فيها بيكون اعلى، وبالتالي هي بتفضل اكتر. تمام. فلكن عامه هم بيستخدموا طيقتين.
الراندم امبليفايد بوليمورفيك دي ان ايه او الراد، ده تكنيك المفروض انه سهل وميسر، ولان مش بيحتاج معرفه سابقه، برضه هو بي سي ار بيز ومش بيحتاج معرفه سابقه للبرايمرز اللي السيكونس بتاعت دي ان ايه بتستخدم فيها برايمرز عشوائيه سنجل برايمرز. البرايمرز دي بسهوله انك تقدر تحصل عليها تجاريا، لان انت ما هياش محتاجه سابق معرفه، بتبتدي تشبك في اماكن مختلفه لمواقع مختلفه من الايه من الدي ان ايه للجينات، تمام، وبالتالي بتبتدي ان توريلي البوليمورفيزم اللي موجود فيها. هي عامه استخدامها محدود، يعني ما هياش بتبين لي قوي الفروق زي الماركرز الثانيه، يعني بقى في ماركرز اعلى منها. عندنا بعض المفاهيم لازم تكون واضحة عندنا قبل ما نبتدي نشتغل. احنا شايفين هنا على في الناحية اليسرى من الشريحة الكروموسوم عبارة عن two arms attached with each other in the centromere region، يعني هنلاقي كروموسوم بيتكون من ذراعين اتنين بيتصلوا ببعضهم في منطقة السنترومير. طيب على الناحية اليسرى هنلاقي الكروموسوم على شكل علامة اكس. هل ده كروموسوم برضو؟ ايوه ده كروموسوم وده كروموسوم، لكن الفرق هنا كان قبل ما يحصل للكروموسوم دابليكيشن او تضاعف ويديني الكروموسوم اللي هو من تو كروماتيدز، تمام، اللي هو الناحية الشمال. السيمبل سيكونس ريبيت وشير تندم ريبيتس سي اس ار اس اور مايكرو ساتلايت. بنقول احنا عرفنا ان بعض الكروموسومات في نهايتها جزء موجود يعرف بالساتلايت، وده بيكون من السكندري ستراكشر اوف ذا كروموسوم. المفروض ان هو النهايات دي بتحتوي على تندم ريبيتس او اعادات متكرره، يعني كذا كام سيكونس كده يبقوا متعادين بطريقه تكراريه كبيره، تمام. بيكون مثلا عددهم من 2 ل 7 بيز بير يونتس، ممكن يكونوا مترتبين في صورة مونو او داي او تراي او تترا او بنتا نيوكليوتايد. يعني احنا عندنا مثلا A و T مثال على المونو، A T و G A مثال على الداي، A G G مثال على التراي، التلاتة A وبعدين G مثال على التترا، وهكذا. نكون بقى متكررين، يعني مثلا الاقي ال A G G دي مثلا متكررة AGG وبعديها AGG وبعديها AGG اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الميوتيشن لو تفتكروا، كنا بنقول انها بتعمل سليبج ميوتيشن، لان لما بيجي بعد كده الدي ان ايه اللي هو الستراند الثاني الريبليكيتد يجي يعمل كومبلمنتاريتي بيعمل في حتة غلط، فيعمل زي ايه هيربون لوب كده نازلة زي بنسة الشعر، تمام، ويتسبب في الايه السليبج ميوتيشن، تمام. طيب هنا بقى التكرارات الكتيره دي احنا ممكن نستفيد منها في ايه، ان احنا نعملها كماركر، تمام، نعملها كماركر. ودي بتكون موجوده بكثره في النباتات والحيوانات، وممكن من خلالها اقدر القط الجيناتيك فاريشن اللي بين الاصناف المختلفه، وطبعا البي سي ار ساعدني في كده من خلال ان احنا بنحط سبيسيفيك برايمرز بتبقى بتعمل فلانكينج للمناطق دي، تمام. فلما بتعمل فلانكينج ليها او زي بتصطادها بيبتدي بعد كده الايه الدي ان ايه يحصل له اكستنشن بقى في بعد البرايمر وبعد البدايه بتاعته، تمام. المايكرو ساتلايت بيعتبر من الماركر اللي هي ممكن واسعه الانتشار وبتستخدم كتير، وهو يعتبر لوكاس سبيسيفيك مايكرو ساتلايت ماركر، تمام، وتم دراسته في كتير من الدراسات السابقة. في الانتر سيمبل سيكونس ريبيت او الاي اس اس ار بي سي ار برضو، دي كل دول لسه بيزد بي سي ار. طبعا احنا عارفين ان الاي اس اس ار من اسمها كده باين ايه، شايفين حرف الاي ده بس اللي تم دمجه،
SSR اللي هي السيمبل سيكونس ريبيت اللي احنا لسه درسناها. يبقى ايه الانتر سيمبل سيكونس ريبيت اللي هي السيكونس بقى البينيه اللي موجوده ما بينها. تمام. ده بيعتبر انه مالتي لوكاس ماركر وبسيط وسريع ومعاه معظم الادفانشز او المميزات بتاعه الماركرز زي المايكرو ساتلايت والاي اف ال بي والريبت، ومفيد في دراسات الجيناتيك دايفرستي والفايلوجيني والجين تاجنج، وكمان عمل مشاريع الجينوم ودراسه التطور، وبيتم تطبيقه في الوراثه والبلانت بريدنج اللي هو تهجين النباتات. اخر نوع اللي هو restriction fragment length polymorphism، وده non PCR based genetic marker، ما هوش معتمد على البي سي ار. ده كان في صدارة الماركرز اللي طلعت قبل ما يعرفوا التقنيات بتاعة البي سي ار، والفكرة بتاعته بتدور حوالين ان بيحصل digestion للدي ان ايه من خلال restriction enzyme بيتم قطعه بمجموعة من انزيمات القطع. تمام. طبعا القطع احنا عارفين انزيمات القطع دي بتقطع في خلال سيكونس معينة، بيستخدموا ايكو ار 1 على سبيل المثال، بالتالي هم عارفين ايه السيكونس اللي اتقطعت فيها دي، بيبتدوا ان هم يحطوا بعد كده يفردوه على جل. بعد ما بيفردوه على الجل بيروحوا جايين عاملين حاجة اسمها تطبيع، او انهم يطبعوا البصمة بتاعته اللي على الجل دي، يطبعوها على نيتروسيلولوز ممبرين من خلال ان هم يحطوها فوقه ويحطوا اوزان فتتنقل من على الجل للنيتروسيلولوز ممبرين. بعد كده يبتدوا ان هم يحطوا بقى عليها بروبس. البروبس دي هتشبك، انا عارفة بقى السيكونس بتاعتها، هتشبك بس في المناطق اللي هي ايه كومبلمنتري ليها، ومفيدة ايضا في دراسة الوراثة ونوع من انواع الماركرز. بس طبعا الانواع التانية حاليا غطت عليه لانها بي سي ار بيزد واسهل ومور اكيوت.